خلص اتركيهم أنا بضبهم. لا ما بيصير هالشي، أنا رح ساعدك. لا لا ما في داعي. يعني معقول؟ أصلاً يعني أنا شوفير عندك مو هيك؟ لو تيو هون كان ساعدك. خلص أنا ما رح أرتاح غير لأحملهم عنك. على حد علمي ما بتقبلي المساعدة من حدا صح؟ إيه بس أنا بشتغل عندك شوفير، أنا يلي رح ساعدك، يعني مو أنت يلي. يا سلام شو هالبيت الحلو هاد وكبير. بصراحة حتى أنا بحسه كتير حلو وكبير. معك حق. إيه وهيك بيكون مرق أول يوم على خير. وبقي 29 يوم. لكان رح أخذ السيارة وأمشي. إيه السيارة رح تضلها معك. طيب لكان تصبح على خير. وأنتي من أهله. يا الله هالمناطق كتير حلوة، بتخوف شوي بس حلوة. آه يا الله شو عم يصير؟ لك شو عم يصير؟ اشتغلي. هي شو صار لهلا؟ اوف يا ربي وين انا؟ اوف والله كنت رح اوقع بالبحيره. الله حماني. آه تيو يلا يا تيو رد رد. باريش بيك نعم أصلي. باريش بيك مساء الخير، آسفة على الإزعاج بس عم دق لتيو ما عم يرد علي. صاير شي قولي. إيه والله أنا ماشية على الطريق ووقفت السيارة معي فجأة وما عاد اشتغلت هلأ بنوب. بعتيلي الموقع ليكني جاي. تمام يلا.
على أساس بتفهمي بالسيارات كتير. ألو؟ أنا آسفة، بس استغربت شوي لما شفت هاي السيارة. أنت تهتم بالسيارات الكلاسيكية؟ إيه، شو الغريب؟ نفس السيارة يلي ضربت شيشك. بعرف، شفتها بالملف تبعك. بس كم سيارة كلاسيكية بالبلد؟ أكيد كلكم بتعرفوا بعض وبتعرف أصحاب السيارات كلها. خليني شوف هلأ سيارتي اللي تعطلت وبعدين منحكي بالباقي. شو قلتي؟ إيه معك حق طبعاً طبعاً، أنا آسفة آسفة كتير. هلأ بصراحة أنا كنت عم شوف هون قبل ما تجدي. أي شو صار لك؟ طيب تمام تمام، اهدي ورجيني. يعني حرقتي كل أصابعك هلأ؟ معقول تحطي إيدك على المحرك وهو ساخن؟ ما بعرف، بس لما تذكرت الحادث ما بعرف شو صار لي. شو بعمل فيكي هلأ؟ عم تشوفي مثلي؟ شو؟ حشرات سراج الليل. أغلب البنات بيأمنوا بشيء اسمه توأم الروح، بيحلموا إنه في توأم خلق بهالحياة كرمالهم بس، وبيقضوا حياتهم عم يدوروا عليه، ولما يلاقوا لتوأم روحهم بتصير تدق قلوبهم بقوة، وهذا اللي بيسموه حب من أول نظرة. بس هالحالة بيعتبروها الرجال سخيفة وطفولية، وأنا واحد من هالرجال، بالأحرى هيك كنت. تمام، سكري إيدك منيح. منيح هيك أو شادد؟ لا لا لا، هو منيح هيك. ارفعي إيدك لفوق راسك وارسمي دائرة. طيب جربي توسعيها. أه
سيد باريش عم تضحك علي؟ مشان طالع يا عصبيتك، ما في داعي تخافي من شي. أنا اتطوعت بالهلال الأحمر شي 5 سنين. وليش لخاف بقى؟ أنا ماني خايفة. بس إيدك عم ترجف. ماني عم برجف، ما عم برجف. هاي ردة فعل الحرق. عم تدافع منيح، يا ريت أخدتك لتصيري محامية. الباب عم يدق. يا الله، أكيد مداهمة. هاي خطيبتك باريش بيك صح؟ أنا ما فيني برر لك الشي ولا أنه احترقت إيدي وانت عم تلفة. كنت عم أمزح معك، وغير هيك كمان تضميض الحرق مانو ذنب كبير، فلا تخافي روقي. فوتيو. كيفك استاذ؟ كان معلق النظام الرقمي مو أكتر من هيك، رحت زبطته وخلصت اجيت لهون، ما ضل فيها شيء. تيو، من وين اجيت انت؟ حكاني الاستاذ، رجعتي زعلت السيارة. حاولت احكيك بس ما قدرت اوصل لك. ايه بتغير الموضوع اذا حكى الاستاذ. يا ربي انت شو بايدك؟ لا لا تسأل، مسكت محرك سخن. الله يسامحك، في شوفير قديمي بيغلط الغلط، وين كان عقلك انت؟ يعني انشغل بالي شوي. يا الله، هلأ السيارة منيحة، خلص لا تخافي. شكراً كتير تيو، أنت لحقتها بسرعة. إيه أنسي أصلي، عطول رح تضلك تحكي مع تيو؟ مشان تيو. لا تطلعي سراج الليل، ما فيني اتدخل بشي، المدير عم يحكي. يعني سيد باريش، معقول هالشي؟ أنا ما كنت أفهم عليها منيح، بس خلاص من اليوم رح حل هاي القصة، لا تشغل بالك. خلي تيو يوصلك لكان. لا يا بيك، أنا هلأ بروح لحالي. لا ما فيك تروحي، لأنه تأخر الوقت. تصبحوا على خير. الزلمة المسكين بده يبعث شوفيرته مع شوفير. أصلي ليش ما عم تتعلمي على السيارة؟ أوف، معقول تنحطي بهالموقف هاد؟ البنت شكلها تضايقت كتير. وانت صرعتني عم تقول انه بتعرف تسوق منيح، بس ما شفت هالشي. والله سواقتها للبنت منيحة كتير. بعدين باريش بوكا كان بالسيارة اللي وراها، يعني فهمان علي صح؟ حدا عنده كاريزما. خلص تمام، خلص اهدى شوي رح روح. بس قصدي الواحد بيتوتر شوي لما يشوفك بيتربطوا ايديه بإجري فورا. ماشي يلا روح. فهمت روح اللي صار معها؟ ما معي حق؟ معك حق طبعا. مو هيك؟ حدا فهمان ولطيف كتير وفوق رومانسي كتير. تصبح على خير تيو. وانت بخير استاذ. هذا أمر من الجهات العليا سراج الليل، أنا اللي رح وصلك. تلاحظي لك أنتيو، أنا يلي رح سوق، معصبة كتير. تمام خلص روقي. مساء الخير أخي، كيفك اليوم؟ هي أمانة عنكم. مساء الخير. ليه ما بتصفي السيارة قدام البيت؟ عائلتي ما بتعرف شي، كانوا مهمومين وأنا شوفيرة تاكسي. إذا عرفوا هلأ أنه صرت شوفيرة خاصة رح يجنوا. بس أنتي مو عاملة شي غلط، هذا شغل، ليه ليجنوا؟ صح ما عم بعمل شي غلط، بس أساساً نحن بفترة تجربة هلأ، يعني إذا رفضت رح يزعلوا كتير. صار فيك تروح انت. معقول هذا الحكي؟ لا رح وصلك على البيت. هاي حارتنا، اطمن ما رح يصير لي شي هون. طيب مو في شارعين لسه لبيتك؟ بوصلك لهنيك. شو عرفك انه بعد شارعين صار بيتي؟ نعم اصلي. مساء الخيرات. مساء النور. من عند الخاله ميرفات؟ صح، هاي المره أرملة ساكنه من زمان بالحاره، مسكينه ما بتقدر توقف وانا بساعدها بكل شي، وعطول منوزع أكل عنية الخير. والله برافو عليكم، يسلم إيديكم. هاي كفتة أزميرية شي؟ مو معقول، كيف عرفت إنه هي؟ برافو،
بتحبها شي؟ طبعا اكيد بحبها، مين ما بيحب هالاكله؟ بعدين الشاب العزابي مثل الضيف بياكل كل شي بيلاقي، مو الشي اللي بيحبه، شو بنعمل؟ بصراحة انزعجت كتير عليك، يعني فينا نعمل لك أكل، رح تاكل مو؟ ممكن. إيه تمام، لكان أنا وجور رح نروح هلأ تيو. تمام، يلا تصبحوا على خير. وإنت بخير أخي جولسوي هونيك. تمام. إيه؟ تصبح على خير تيو. بس اسمعي يا بنت، أنا عملت هيك لأني إنسانية كتير، حرام يعني، هو عزابي أكيد مشتاق كتير لأكل البيت، منشان هيك قلت له. لا تفكري في سبب تاني ها؟ تمام ما رح فكر. شو حلوين تيابك هدول يا بنت، يا الله شو صاير لإيدك؟ عادي ما صار شي، خلاص بخبرك بعدين، بس هلأ صار لازم غير تيابي منيح ذكرتيني. يلا أمشي معي. يلا أوكي. أمشي. شوفي التياب يلي لبستني ياهن أمي، تخيلي اشتغل شوفيرة خاصة بهيك تياب يعني. عادي شوفي يا طالعة كتير حلوة فيهم، غير هيك كمان بتفتحي عيون وقلب مديرك الحلو عليك. ما بدي فتح عيونه علي أساساً، هو مركز معي كتير. ما فهمت يعني، حكيلي هلا بتقعدي بتحكيلي كل شي عن مديرك الحلو، حابة اسمع كل شي منك بالتفصيل. ايه بست، عم احكي معك، عم قول احكيلي عنه، عن مديرك الحلو. قلتلك الزلمة خاطب. ايه بعرف هالشي، بس والله حلال عليها لهالمرة، عرفت تختار الزلمة المثالي. أي مسكته، مسكته صح؟ بس هي ما لها أي أثر ببيته. كيف يعني ليه؟ أنتي فكري بالسبب، ليه بده يكون يعني؟ ما عم أفهم يا بنتي، قليلي. أوف بنتي، الزلمة ما رح يقول للبنات يلي بتجي على بيته إنه هو خاطب أساساً، مبينة يعني؟ لا مو معقولة يعني، شو رح يصير؟ أوف أنا برأيي أكيد هيك، حتى اليوم المساء قال لي. شو؟ شو يلي قال لك يا المساء؟ شو يلي قال لك يا المسا؟ عم احكي معك يا بنت، شو صار المسا؟ قلي لي تعالي لهون. وين رحتي؟ انت مجنونه يعني؟ ايه مجنونه، في شي مشكله؟ استنى علي دقيقه، لا تخربت لي عقلي هلا، رح نشوف قديش بدنا التوست وشاي وقهوه وكل شي ناقصنا بالكافيه لحتى يجهز كله على الاخر، رح نكتب كل شي بدنا اياه. كم شخص بيوسع الكافيه ابني؟ ما بعرف امي، يعني انا لسه ما بعرف بالضبط العدد، حسب الطاولات. يعني في شي 200 او 300 شخص؟ لك أنا استأجرت كافيه يا بنتي، يعني ما استأجرت قصر ولا متحف. أستغفر الله يا ربي. أصلي؟ هي أنا. شو صاير يا بنتي؟ ما في شي أمي. إجت سراج الليل، ما بدنا نخبرها بشي. تمام؟ يا بنت استني. مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم يا بنتي. أهلين جول. مرحبا. شو هاد؟ في دفتر وقلم كمان، عم تكتبوا شي وظيفة يعني؟ لا بس نحن عم نعمل لك مفاجأة سراج الليل. أوه شو المفاجأة؟ متبطل مفاجأة لما نخبرك يا زكية. شو هالحكي هلأ حبيبتي؟ مفاجأة رح تنبسطي فيها كتير أكيد، لا تخافي. ولك حتى أنا انبسط فيها كتير كتير، يعني لدرجة نسيت اسألك عن رجعتك بهالوقت المتأخر على البيت. سراج الليل شو صاير لإيدك؟ أصلي؟ شو صاير لإيدك يا بنتي؟ قليلي حدا عامل لك شي يا بنت؟ حكيلي. لا مو هيك أخي، فات مسمار بإيدك لكان طبعا، لأنه مكسرين كل الحارة. جمال يلي ببيع طحين؟ أو بسبب قطة الخياط حمدي. عضك ابن عثمان صاحب المكتبة شي؟ لا تطلعوا فيني لأنه بعض. مزبوط. لا قولو، لا أنا صار معي حادث صغير بالمكتب. حادث شو بالمكتب يا بنتي؟ قليلي. حادث بالمكتب خالينيشة، هي كانت حاطة إيدها على آلة التصوير هيك، ولما سكرت فجأة إيدها هيك انجرحت ونزلت. بنتي وجعتك شي؟ قليلي. ما بتوجع، لا تخافي، ما فيها شي والله خالة. ولك أنا مين عم أسأله ومين عم يجاوبني هلأ؟ يا ربي دخيلك. خبريني بسرعة شو صار، رح أنفجر. اسكتي بقى، اسكتي. تمام اسكتي خلص بقى. اسكتت. رح يسمعوا أهلي. طيب خبريني حكيلي شو صار. أماني اسمعي جول، هالمسا كان غريب كتير، تعطلت السيارة، بعدين صار شي مثل المعجزة، بعدين بالبيت. استني عيدي عيدي من الأول عيدي. شو قلتي؟ قلتي معجزة؟ شو هالمعجزة هاي؟
طلعوا فجأة بالجو، وقتها بلش يطلع حوالينا كتير من سراج الليل. صح إنه اسمي سراج الليل، بس كانت أول مرة بشوفهم، كأنه أجت مخصوص لتسلم علينا مثل القصص. البنات كلهم بيحبوا هالقصص، اللقاءات المسحورة وحتى إشارات المعجزة، بيفكروا إنه نهاية حلوة. تعالي شوفي، نحن الرجال ما منصدق هالقصص هي، وكمان ما منصدق إنه في توأم روح وكل هالحكي، حتى ما منصدق إنه القدر بيبعت لنا إشارات أو معجزات مثلاً لصالحنا أو لهدف معين أو لنلتقي بتوأمنا. فلوقتها وليجي هاليوم رح نعيشه أكيد. تمام؟ وأكيد لما رفعتي راسك السيد باريش كانت عيونه عليكي. كيف كان عم يطلع؟ يعني كيف بده يطلع جول؟ يعني كان عم يطلع فيني وكأنه ما أنا مخطوب منه. مو معقول، نظراته مو طبيعية، كان مثل المجنون. اسمعي شوي، عم قول هالزلمة هاد شو كان قصده لما طلب شوفيرة خاصة؟ يعني معقول كان قصده إنه بده شوفيرة خاصة مو لتوصله يعني مثل ما فهمنا نحن بالضبط جول؟ خلص لا تكوني سخيفة، اف مو معقول شو هالحكي هاد هلأ؟ ليه هيك تطلع فيني لكان؟ يعني أنا بقدر قلك، بس إذا قلتلك إنه عشقان رح ترجعي تعصبي علي، فلهيك ما رح أحكي. حبيبتي هالزلمة هاد كتير حلو وناجح كمان، حتى غني، وفوق هاد كمان خاطب الزلمة. يعني أنت شايفة إنه منطقي يحب واحدة مثلي شوفيرة، أو برأيه بده يتسلى فيني مو أكتر من هيك؟ معك حق، يعني إذا فكرنا هيك مزبوط. برأيي ما نفكر بمنطق هلأ، فينا نصدق هاي القصص. أعطيني إنه نصدق هالقصص، برأيي أنا رح يفاجئنا. يعني تخيلي البنات بيروحوا بيبوسوا الضفدع وبيحولوا لأمير، بعدين هذا الضفدع بيفاجئنا وبيصير يحب الدبانة آخر شي. القصص هاي البنات كلها بتحبها، بس المنطق إنه هي مو صحيحة. أهلا وسهلا أغاثا غريستي، ما عرفتك والله. يا ربي جول، يا ريت بقدر صدق هالقصص مثلك أنتِ.